علي عباس العبد الله سوري الجنسية يعمل في المملكة. بعث رسالة فيها ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: يوجد في قريتنا أشخاص يقومون بإعطاء الفلاحين مبلغا من المال قدره 7000 ليرة سورية في بداية موسم القمح، مقابل طن من القمح يأخذونه في نهاية الموسم بعد 7 أشهر تقريبا، علما أن سعر ذلك الطن من القمح في نهاية الموسم يساوي 12000 ليرة سورية، قد كان المبلغ المعطى 7000. هل هذا العمل ربا أم لا؟ وما الطريقة الحلال لأن الفلاح بحاجة إلى هذا المال من أجل المصروف لسقي القمح ونحو ذلك؟ هذه الطريقة صحيحة وهي من التعامل المباح، وهذا من دين السلم الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عليه، فإنه قدم المدينة مهاجرا وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك. ولو كان المسلم إليه فيحصل على فائدة لزيادة السعر في وقت الوفاء، هذا لا حرج فيه وليس هو من الربا. نعم.